تعددت الروايات والحقيقة واحدة، إصرار إسرائيلي على أنها هي من تمد لبنان بالغاز عبر مصر والأردن وسوريا، ونفي متكرر لحقيقة الغاز الإسرائيلي المقرر بدء ضخه إلى لبنان خلال أيام لإنقاذه من أزمة حادة تسببت بانهيار وشيك للبلد. فأين الحقيقة بين الروايتين؟ إسرائيلي بلباس مصري. للمرة الثالثة تؤكد تقارير عبرية وتحقيقات صحفية بأن الغاز الذي سيصل إلى لبنان هو غاز إسرائيلي بموجب الاتفاق الذي وقعته كل من القاهرة وعمان وبيروت ونظام الأسد قبل أكثر من 4 أشهر، حيث قالت القناة 12 العبرية إنه على عكس ما يتداوله معظم وسائل الإعلام العربية بأن غازاً مصرياً سينقل إلى لبنان لإنقاذه من أزمة الطاقة، ولكن الحقيقة هو غاز من حقل ليفياثان الإسرائيلي بلباس مصري لا أكثر. للمصريين رواية أخرى. مصرياً نفت القاهرة بشكل غير رسمي أن يكون الغاز إلى لبنان إسرائيلي المنشأ، حيث أوردت تقارير إعلامية أن الغاز الذي سيتم ضخه من داخل الشبكة القومية لشركة غازكو المصرية إلى خط الغاز العربي ليس إسرائيلياً، موضحاً أن خط الغاز الذي يربط إسرائيل بالأردن يتوقف مساره في عمان ولا يتصل بخط الغاز العربي الأساسي الذي يمتد إلى سوريا ثم إلى لبنان. صفقة لمواجهة إيران والأسد. يزعم تقرير للقناة الإسرائيلية 12 بأن الصفقة يمكن أن تغير الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة بادرت بصفقة تزويد لبنان بمصادر الطاقة لمنعه من الانهيار، والهدف هو إعادة الحياة إلى قوى قادرة على مواجهة حزب الله ووقف الإيرانيين وربما الابتعاد عن الأسد. وعن تلك الرواية يتساءل الشارع ويسأل تل أبيب نفسها، ألا تلاحظون أن حزب الله والأسد التهما الدولتين ولم يبق إلا هما في الساحة يتاجرون ويستفيدون؟